البرلمان، اهلا وسهلا بالجميع. رئيس مجلس مغار اخ ابو طارق، انا بحب اقول لك بس انه كل ابناء الطائفه الدرزيه موحده من وراء المغار، من وراء عسفيا، من وراء يركا، من وراء الرامي. كل منطقه، كل بلد فيها اي نوع من هدم، جميع ابناء الطائفه الدرزيه بشيبها وشبابها، رجال دين وسياسيين، كل موحدين يقفون من وراء رؤساء مجالسنا من اجل هذا الطلب الحق. لن نسمح ان يكون هناك اي هدم بعد ان شاء الله في اي قريه من القرى. احنا نستنكر ونجب كل نوع هدم، ان كان في قريتنا او في قرانا او في اي محل كان في هاي البلاد، عند اخواننا، كان في اخواننا المسلمين او مسيحيين او يهود او دروز. احنا نجب اي نوع من انواع الهدم هذا. لما بنهدم بيت تنهدم اسره. اخوان، على مدار عشرات الجلسات الماراثونيه اللي كانت في الفتره الاخيره وعلى ليالي كامله، كان هناك اتصالات عديده مع جميع الجهات المختصه، ان كان مع المستشار القضائي للحكومه او نائبه او المسؤولين عن التخطيط او النيابي. وانا سبب تاخيري اسا اليوم بهذا السبب، كنتش اجي لهون الا حتى اخذت وصلني الامضاء الاتفاق الموجود بعدم هدم اي بيت في المغار. في عسفيا من امبارح الوضع انتهى وخلاص، في يركا انتهى، والحمد لله في المغار اليوم اسا في هاي اللحظات وصلني هذا على الميل على التلفون انه فيش اوامر هدم، كله يتجمد بين 6 إلى 8 أشهر. وان الله راد في هاي الفترة احنا بنعطي المهلة لرؤساء مجالسنا في كل القرى تقديم الخرائط الهيكلية المطلوبة، ولكن بتطلب كمان من الكل، من كل المواطنين، مساعدتهم وعدم القيام في اي شيء اللي يعطل على خرائطنا، عدم القيام في اي بناء جديد اللي بنعرفش وينه. كل واحد بده يعمل اشي يكون يعني متصل ويكون مرتب اموره مع رئيس المجلس ومع قسم الهندسة في المجلس، ويعرف وين بده يبني او وين بده يعمر، هل ما يكونش اشكالات اسا خاصة في تقديم الخرائط الموجودة. اخوان، احنا بنطالب اعضاء الكنيسة مثل ما عملوا حوك الهزراء او قانون التسوية، اجى الوقت كمان يكون قانون تسوية لابناء الطائفة الدرزية ولجميع الاقليات في هاي البلاد. احنا بنطالب مساواتنا في مثل ما بيكون بحق لغيرنا، كمان احنا بدنا في هذا الشيء. فلذلك اخوان، احنا بنبشركم انه في اتفاق بين النيابي وبين ممثلي المحامين، ممثلي اصحاب الدور في هذا البلد الكريم، عم بنضوها اسا في هذا الوقت الحاضر. في قسم صار ممضي وجاهز، في قسم يعني في هاي اللحظات ان شاء الله بينتهي وبخلص. وبنبشركم انه ان الله راد هذا الفش كله تاجل لفتره 6 أو 8 أشهر، وفي هاي الفتره وبعدها ان شاء الله بتاجل كمان مره اذا ما كانش الخرائط كلها ما لم تنتهي او رؤساء المجالس ما قدروش ينهوها، على اساس انه الله راد في النهايه ابطال كل هاي الاوامر اللي موجوده. وجزاكم الله خير. وكمان مره اخوان، قوتنا في وحدتنا، جزاكم الله خير، الله يعطيكم العافيه. وكمان مره احنا بنشد على ايدي ابو طارق ورؤساء مجالسنا والكل من وراكم. شكرا للجميع.